عزوزتي وين كنت؟ كنت في اللاك نشرب فيه كوكتيل وفرد المرة فرغت البوبيل في البحيرة. والله ما فهمتش يا أخي، لازم تخرج البوبيل مخر، ما تخافش من الظلامة. أنا نخاف من شوية ظلامة، وزيد باش نخاف من شكون؟ من ولاد الحومة؟ إيه خاصة الولاد دي متاع الحومة هذوك مرتبين منهم. أنا ولاد الحومة كلهم أصحابي يحبوني ويموتوا عليا. شو شنو هذا؟ ما تقوليش بالزيت تحرق مرة أخرى. لا يا عمتها باخي. لا بربي لا برسمك لا 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 والله يتعرض. شنو هذا؟ مش تخزيني أنا كل ليلة نبدل أبوبات. يطلع شي زاد عندي ماس في الاستديو. هيك هذا لازم شنو تبي نعمل أنا؟ اليوم عملنا جو في المراجعة مش نورمال، وخاصة كي كلمني أنيس. صحتك يا وحيدة، خليتني ساعة ونستنى في الهدير بتاعكم يوفير. يا أخي مني أنا بربي، تيهو هو يحاول فيا ويعاود. حتى بنت وحيدة. كانك عليا فديت، الروح متاعي طلعت، الحكاية طولت راه. أنت فديت من أنيس بتاعك، وأنا فديت من لوكم متاعي، ويظهر لي ناوية نعمل تخربيقة. تخربيقة؟ شناوية تعمل زادة؟ تبدل لون شعرك ولا باش تعمل مشطة جديدة؟ أنا نقول لك تخربيقة وأنت تقول لي مش مشطة، شبيك يا أخي؟ قلت لك باش نعرس. اسمع، نخمم شعر بيرسينغ، شنو قولك؟ ويعطيك؟ تعمل بيرسينغ؟ وداركم يخليوك؟ يا أخي فين عصر أنت عايشة؟ يا أخي أنا باش نعمل بيرسينغ ولا دارنا؟ وأون بليس بوجي بوجي. عندك الحق، حتى أنا بابا المرة الأخرى قال لي ما تروحش مخر، يا أخي روحت مخر. هاي هاي حتى أنا مخر عليا. اسمع، شو بيدروشكم هكا ظليم؟ ريتا عند ويمات وهو هكاكا يظهر لي ثم شكون قاعد يعوف في اللمبوبات. هيا بوتشا. ما يزيش النظر على قده، زيد الضوء البهر، القسم على الله، القسم على الله بالهالبلاص وهالسكنة وهالملاكة. مسيك عم سيدة. أهلا بسموعي. مكلميش عم سيدة. ترى فيها طالع عن دهدس، هذا كله من هيك اللي يسرق في عنبوبة الدروش. زعما قاعدين يسرقوا فيهم؟ يظهر لي حتى ما صرفوا في الدروش هذاك، علاش قاعدين حيط؟ يتحركوا هكا، كل عنبوبة تتعرك نسلت روحها من الدوي. يا أخي ماليش لنبوبات اللي يجوبوا كيفاش الملح. صحيح أنت كبير وتعرف عم سيدك. برا لا تلطفوا اللي قاعد يسرق في اللمبوبات. علاش؟ علاش؟ قرب يعطي على طبط قلبه. يالله مشوشو.
سيدي. الله يهلك اللي كان اسمه قضي كل بشيت قسمك يجيك يا عزة يا عزة يا عزة. شكون اللي كان يدق على الصباح؟ عم صادق نتاع تروازيي قال لك انبوبة الدروج نحاوها يحبك تركب واحدة جديدة. مو البارح عثر في درجة ترزي في ثلاثة حيار عظم ودبوزة زيت وكعبة تفاح كاملة. نعم نعم لله، هما ينحيوا الانبوبات وانا نبدل. انا مانيش مسؤولة على سرقة الانبوبات لله، مع اليوم كان يتشاركوا يشريوا انبوبة جديدة. عاد نانا انبوبات الدروج على مول البلاص. تشبيك انت تشبيك وعلك تشوكه في حلقك افوكات انت عليهم. يا ليلى انا هي اقرب دار للانبوبه اللي سرقت البارح. حنوت عامل بيجي. مالا بنيتي كمل فطورك وبرا لعمك البيجي وقل له نحبك تبدل انبوبه جديده. وزيد قل له اللي حال البيه وابنيه على تنسنيس وكان حليت بيه عينيك على السرقه خير. حقه يا فتاح يا رزاق ان شاء الله خير. ما قلت لكمش انا الشاهيه؟ لا ما قلت لناش، وكان تحب ما تقول لناش زاد ما يسالش، خذ راحتك. الشاهيه نبدل اللوك نتاعي. شنيا كيفاه؟ شنو اللي تبدل اللوك؟ يعني اللوك المنظر العام نتاعها. مو قبل كان كل منظر راضي بمنظره، وتوا كثرت المناظر وكل منظر يحب يشبه المنظر. ريت بابا عمركم ما تاخذوا حكايتي بالجد. بجاه ربي يقول لي هات سيدي انا قاعدين كل فسر لنا علاش تحب تبدل المنظر بتاعك. تلقاها عامله عامله فليسه وتحب تتلف. يزيدش انتي مكذامره حتى تعرف. تعرف بابا صاحبتي الكل الغلو كاش الغلو كاش. يبعد عليهم صاحبتك كلهم في صايد. مثلا سريال كل جمعة أمها تزال استيتيسيا يعملوا حمام ومشطة وبيديكور ومانيكور. للا يا للا تي هاي حافظة الكلام الكل. اه ملا اش تحسيب يحكيو انتي في الريكرياسيون يحكيو على القراية. ودرة صاحبتي الأخرى عم تشعرها فيولي ياسر أوريجينا وبوها خاصلها تخيطمون باش تفتح قشرتها. هذه البدوع ولا بلاشها. وعايشة صاحبتك زادة هي عامل تريتمون باش تخرج من قشرتها. لا عايشة باش تعمل بيرسينك في خشمها وتتواج فيه. اسمع اسمع بنتي عايشة، وخليني نقول لك بنتي خير من اللي يدور بيا دجاج لكحل. ما تقوليش نحب نصبغ شعري كباري ولا شنو وتعمل لي بيرسينك في دقلونتك. ايه سيرتو 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 التتواج هذايا شنو هو هذا زيدا؟ اماني تحب توشم يا امي فضيلة. يا غلبة مازال نبشي يا اخي هما رجعولو لشنة. رجعولو مالا رجعولو وبالالوان زادة. خلينا في الصندي والصحيح برجولي مشيني تفتوفة خليني نبرقش اموري. شنو اماني يا اخي لعد حشمة ولا جعرة من بوكم ولا شنو؟ وهو اللي ناوي يسل مني فرنك مازال يحشمة. ايش بيكم يا جماعة وانا قوش علي قتلت روح. حتى رجال توا وليو يمشيو لزانستيتيوت بوتي ويعملوا غولوكاج باش يصغاروا ويرتبوا شعوراتهم زيدا. 70,000 يخرج شعرك ارطب مسبسب قلش عليك سويدوا اغنش. اشنو سي سليمان ما تقوليش مخك سرح بيك حتى للسويد. اه اش قلت بابا؟ لا معناتها لا. صباح الخير عامل بيجي. صباح الخير يا عزة. نانا بعثتني. يا فتاح يا رزق يا فتاح يا رزق. قلت لك يلزمك تبدل اللمبوبة اللي في الدروج. نعم هي منبوبة هذيك اللي فوق الشباك. هي باهي كي جاتي بتبديل اللمبوبة مش مشكل.
وين الانبوب؟ اي ما قلت لك يلزمك انت اللي تشري الانبوبه. نعم نعم، علاش يلزمني انا بالذات نشري الانبوبه؟ مش هي مولات البلاص؟ والا ما تولي مولات البلاص كيك تجي تقبض الكراوات وتعرس الشعر. بربي يا عم البيجي انا شو مدخلني؟ هي اللي قالت لي الانبوبه تضوي قدام حانوته. باهي نقولوا تضوي على حانوته، اما تضويش علي انا برك، تضوي زاد على طالعين في الدروج، وتضوي زاد على السكان اللي يسكنوا هنا في الطاقه معايا، وحتى اللجنات تضوي عليها. فوق هذا ودونه يلا، انا ما نخدم كيف النهار، الضو ما نستعملوش. مو لاباس. اجاني اسبوعي اسمع خطيبتك. هاي وطلعات ان شاء الله كان كتب ام سيدتك. بمشي خلي شفمه يا حتى شيء، كنا نحكيو على الانبوبه اللي تسرقت. باش نجيبو البوليسيه؟ انت بربي فك عليا انت، باش نجيبو بوليسيه على جرد انبوبه؟ يا اخي هذا حد مخك. خير طمنتني وفك علينا من الفضايح. يا سيدي هاي سيدتك الفضايح، قال لك يلزمني انا نشري الانبوبه ونبدلها. ايه وعلاش انت بالذات؟ فوالا فوالا، هاو اسبوعي اللي فهموا على قدو. حبيت نقول اللي انت حقوقي، انطق من اجناب وانطق. بيه انا تو نمشي نقول لها وانتوما دبروا روسكم. يعني انت يا بالي تنواش ليا؟ عزوزتي تستنى. انت شبيك عزوزتي تخششت على جرد انبوبه؟ هي خايفه لا ما يتفهموش ولا انبوبه تاخر ما تتبدلش. شكون اللي خاسر في الحكايه؟ ستيك. ستيك ليه؟ انا اللي خاسره في الحكايه على خاطر انا اللي كل يوم هبط البوبي. هذاك اللي بيك عزوزتي ما قولينا نهضروا مع بعضنا كي نبداو نحطسوا في الظليم، وكي يخرج لنا من الظليم واحد ملثم في يده سكينه وريحته تعطعت بالالكول. مالي مالي يزي برك هبطي قويني عزوزتي كان برك مش عبوبه تدبرك واحده. نعم منين مش تدبرها؟ نشري واحده. بيه مال اليوم تشري لي انبوبه وتركبها باش هكاك في الليل نهبط البوبيل في الضوء. مرتاحه يا قدوستي يا عزوزتي. يزيد عشر وف يزيد. صباح الخير ددو. صباح الخير سباول. يا اخي ما تقوليش بكم خايبين على الصباح. انت ليه مش خايبين؟ هذيك عزوزتي تعملي نشيلها انبوبه. انبوبه؟ هذا كادو هايل. وشنو قررت؟ باش تشريه لها ولا باش تطفي الضوء؟ شو هذي راه طفي الضوء وانبوبه؟ شو هذي؟ صباح الخير. صباح الخير سيدي خويا. دراندا سافا؟ سافا سيدي خويا. نعم. فاتورات تاع الضوء جاو لازمنا نخلصوهم. فاتورة تاع الضوء؟ هاي صباح الخير نتاعك. هات راه هات. وش فيهم ثلاثة؟ شنو ثلاثة؟ واحدة تاع الدار؟ هاي؟ واحدة تاع البيرو؟ هاي؟ والأخرى تاع شو؟ الأخرى تاع الاستوديو. تاع الاستوديو؟ تاع الاستوديو. هاي وعاملين فاتورات جدد زادة. يا ريت بابا سيدي خويا واكبر من الخدم زادة. هذاك على ما يقصوا اداءات ومتخلدات وصيانه وتاكسوات وتيفيا تعرفوا لما يجي نهار ويعملوا لنا كرارس نمرو 24 في عود الفاتورات. يعني هو ذي الباب راهي. دلندا من فضلك عايشك عمل لي المجموع. حاضر دكتور. تفضل. تري تري بيان. وانت يجاني بعد البير ونعمل لك شيك وبرمشي خلصها. دلندا. وي دكتور. بالله سامحني عايشك مش نسألك. يا اخي بالمجد ثم اكل اللي يسموه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. تعرف هذا هك بالله يا دلندا عايشك جيب لاجوندا وقت عليا البيرو. حاضر دكتور. دخل. انوكا هكا. تفضل دلندا تفضل. سامحني دلندا
حبيت نسالك بربي فما ذوكم اللي ليزانستيتيو تاك اللي يعملوا السونداج والستاتيستيك لا 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 مش هذوكم سامبل كيروزيتي وبرا راهو جوست حبيت نسال خاطر الحكايه جبت قدامي والله اعلم يقولوا لي فما ديزانستيتيو نتاع رولوكاج تحكي على سونتر دو ريميز ان فورم هذوكم هما يعطيك الصحه عاد حبيت نعرف شو يعملوا بالضبط يعملوا قماش يعملوا غنساج ويعملوا حتى مساج تعرف دلندا كل حاجه توفى بالاج انا نموت عليها وقل لي شنو هالقماش هذا معناها ينحيوا لي بوسات الخال من وجهي لا لا القماش معناها يفركوا لك جلدك بالصابون الاخضر والغنساج معناها تشليله بالمسخون والمساج عاد سامحني هذا ما عادش سونتر هذا ولا حمام عربي مفرنسينو بون من وجهه نظر كلاسيك وي اش معناها؟ معناها انا كلاسيك؟ حاشيك دكتور والله ما نقصد اما بون نجم نقولوا هو حمام مودرن و اون بلوس هو اللي يحب يعمل غلوكاج كيفك يتسمى كلاسيك؟ لا 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 الغلوكاج هذا راه مش لي انا راه نسالوا برا بيه على شنو تحبي نسالك يا اخي؟ على الاسوان على دريسات على اوقات العمل اسال لي على هذوما الكل وعمل لي فيش حاضر دكتور عجب يا اخي انا نظر كلاسيك اي تفضل اختي مرحبا مرحبا عسيمه تفضل ارتاح عز برا عمل لنا قهيوه برا حقا ما قلتليش اش قالك البيجي على الانبوبه حتى شيء اجا هوني شو معناها حتى شيء قال لي نركب انبوبه اخرى كهو شفت مش خير كي مشيت له ولا راني تكوت في انبوبه هيا ساك البيت هالخطا سعيد لله مرحبا لاباس كي خلاني صاحبتي اللي غايرين مني صاحبتك احكي لي احكي لي شعملوا لك ايه لا جنيت باش تحب نبدالك بليني تفك لي خطيبي ولا اللي معامل على بقعتي في الخدمه تعملي في المينات مع ما تعرفي فريمون الله يهديكم بربي ماما يعيشك ما تزيدش تحللها عينيها انا مانيش فاهمه علاش سليمان ما يخليهاش طفله مسيرة صغيره ونافحه بروحها خليوها تعمل كيف ندادها انا هما ندادها اللي تحبها تعمل كيفهم اللي تعاند فيهم انت انا رالي مازلت صغيره على الحوايج هذوما تو وقت اللي تكبر وتولي ماجور تدبر راسها انا راه حتى تعرس تدبر راسها وقتها كان راجلها خليها صح عليها امي فضيله كانك تقصد فيا انا راك غالطه انا ما كنتش عامله البتيت هاكا ماما اسالها شو زينوب يا اخي نسيت الميني والشعر الفلوت الامبوشبر والسواري المهدعه انا ماما شنو باش تكذب امك زياده هذا انت اللي عقده فيك النواره سامحني هذا الفضيله سليمان ولدك زيدة ما كانش ناقص بدوع يا اخي نسيت هكا شعره المسشور كان هكا هابط على كتفه وكسري والبد اللي فالو لا بسم الله على ولدي كي كان فيونسي هو زينب وتشوفهم هكا ماشيين في الشارع تخش عليهم يربين من مجلة عرفان بسليمة اختي ان شاء الله قضيتك مقضية عايشك سلام فيك ربي اسبوعي شنو؟ فيش قاعد تخسر؟ حتى شيء وين كنت؟ خلصت مدورات وجيت ما شريت لي لمبوبة يا ولدي يو علي نسيت يبدا تمشي تخلص فاتورة الضوء وتنسى لمبوبة عزوزتي شو دخل فاتورة في اللمبوبة يا اخي يا ربي سيدي ضوء فاتورة لمبوبة ستيك ما فماش حاجة هكا تجمع بيناتهم قلت لي ستيك وضوء ولمبوبة لا يستيقظ ما تفهمي فيهم ولا ما شو دخلها هاي
توبة ما كانش. عزوز رفع فاتورات وعجازة جبت يا بابا. ندو خاش عندك 5000 في الشهر؟ 5000؟ حتى انت فيش كنت تسأل؟ انتي انا بخيتك نفلي جاب ربي شريط سيرين تاع مترو وامي تعمل لي كل يوم ساندويتش للفطور اما كاينش ولا لا نجم نكمل هالشهر. ددو زعما سيد خويا نلقى عنده صرف وانا وين نعرف عليه سيدك خوك برا اسأله. سبعون ضربي اعطيها الفيشة. ها سي شباب خلصت فاتورات؟ ايه سي هذي اعطيتها لك دلن. باي بارك الله فيك برشا تبيروك. سيدي خويا عندك 5000؟ 5000؟ والله ما نعرف تعال شوف. افكتيفمون عندي والله عندي مش لازم حتى ندبر راسي. زينب بجاه ربي زينب قل لي بالله قل لي تو انا قاعد نخدم ولاي ما انت شو مجايبك؟ ليه كنت نوصل في ماما قدام البلاص قلت نتعديلك نحكيو على الطلعه نتاع بنتك راس يا بنتي سيب تسيب تش ابو تي هاي الليست نتاع لي زانستيتو قولي هي هي باش تبعثها تعمل الغلوكاج نتاعها حتى هي للا مصبيح وهي قاعده متغشة في بيتها حتى القرايه ما مشات لهاش. يا بنتي يا بنتي حبيت نعرف لسويه موكا هاو يا عاد علاش ما تبعثنيش انا نعمل كيخ مش خيره؟ انتي انتي عزيزتي انتي ماكش في حاجه لا الرولوكاج ولا الكور انتي هكا تو بارفيت 5/5 خمسه وخميس عليك. كوني كوني بالبغتان يا مشحاح بيه كي ما تحبش تبعثني لا انا لا اماني علاش ما تمشيش انت؟ ها انا علاه يا اخي اللوك نتاعي قديمه؟ لا لا اما مش يقولوا تبديل الوجوه فيه راحة؟ تريد ربيع كي جات من عندك انتي طبعا نجرب. ايجا للصحيح قول اللي ديجا الفكرة جاتك في مخك وكملت كلفت كاتبتك العزيزة باش تعملك ليستا في ليزانستيتو شو؟ ألور لافر برافو برافو شو مخه كين مشاه مشاه لبعيد ياسر ياسر طبعا انت هذا انا هلا يا ميت وليت نحس في روحي ما عادش عارفتك جمله باين هاي ها مش لازم ها هالرولوكاج هذا فكره وتعدت ما صار حتى شيء ها بس هات نقعد كيما انا احسن خاطر بيناتنا نخاف لا يولي اللوك نتاعك طياره هكاك ترسيلي نحرم عليك حتى المرضى نسيم نتاعك. أمي الفطور حضر؟ هاو قريب. يا بيه أنا عندك ما تلقاش حكاية السلف وطلوق ما عادش تساعد. أنت 5000 بركة إيش تعمل بيه؟ حتى ليه مش شي حاجة الحظ شنو هي الحاجة؟ بعد يزبط تعرف كل شيء يا أخي ماني نخاف عليك يلزمني نعرف كل شيء. أنبوبة أنبوبة؟ يا أخي شو عندك في مخك؟ نقص وقيع قل ثم واحد يهدي انبوبه دي مش لي هي للدروج خير على خير وتيش دخلك في انبوبه الدروج برا برا هز الصحن حطهم على الطاوله وما تنساش شخص اللي يديك قبل الفطور. يلا به ما تقوم فاهم انا وياها هكا سربيسي هكا سربيسها وفلوسي طب هكا سي سبوعي وانت صدر فيا محل زيد شاري هذه فوق اخت اخوك
دفعت بلاي يا للا يا اخي هو عمل بالعاليه شخص شخص لو كان جيت نجم نفش فيه غيري وبالعاني زادة للا هاني سمعت بيك غضبان وما مشيتش تقرا اليوم بالذات ما عينيش في القرايه مانيش في فورما شو شنو ماكش في فورما بالله بالله شبيك صحن بابا يا سيدي تهنى انا بتبعت اليوم ما نقراش هكيك بلعني على ماما قلت لها فاصه خاطركم انتم عمركم ما تاخذوا بالخاطر ناخذوا بالخاطر في الامور المعقوله اما في الحكايات الفارغه لا يا اخي بربي شلبت انا تجار دولوكاج مالك قلت لك نحب نعمل فيغسيب ولا تاتواج يا ربي يا ربي وقتاش نكبر ونخرج نسكن وحدي وناخذ حريتي يا ربي يا ربي اسمع 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 انت حكايات هالبرسينج هذايا والرولوكاج والوشام غير انساهم من توا ما كانش باللازمه باللازمه لما نرجعك للفوطه والبلوزه واذا لزم نبعثك الدار جوات يا اخي انا شقلت لك بابا وكان ماشي في بالك اللي الحريه وقت اللي واحد يسكن وحده راك غلطه ياسر على خاطر الحر هو اللي يسمع كلام والديه ونحي من مخه هاللي طندانس اللي جايين من برا شنو امال انا ننسى حكايه الغلوكاج جمله واحده فايده في الشبوبيه متاع الاخلاق والافعال فهمنا فهمنا تري تري بيان قول لي حبيت اسالك التريتمان تاع الشعر هذايا قداش يشد صبوعي وي ماشي مش فيك هو لاباس لاباس ليش وفيك تمشي كانك سارق سارق ومنطر فيه باش يسارق يا ودي كلمة تقال يا أخي كنت الفوق في السطح السطح هاي باجي ماني كنت في السطح هاي نطلع لك الحمامات اللي معشين الفوق حمام هاي باجي دي الحمام مو بعض يا باجي طلعت حبيت تهنى علي قولي يا أخي قاعد تستبلى فيه ولا شنو وجي تقولي زادة هز الكرسي معاك باش تخرط للعشوش الكرسي باش يا اخي ما تعرفنيش نتعب في الدروس قلت ايه هاكو كل طاق نعمل فيه ترتاح بربي باش باش نسرق يظهرلي عندي ماس انا في الاستوديو نتاعي ما فهمتش منين بالانستالاسيون ومنقلة الضوء حسب رايك انت ما يطلعش من منقلة الماء سامع باجي ايه يزين عم باجي شبيك هكا بربي باجي باش نسرق انت بك برباش هكا سامحني دي بك صلحك الالكترونيك ودرشوت برك الله عليك وكل شيء عاد قلت ما يصيرش الشوفير يحكي بلاش لا يا خويا انا عندي ما نعمل وبرمشي الاستيك تجي تشوف لك المنقاله على الاقل فلوس الصيانه يصلحوا الحاجه بارك الله فيك يا باشا رجعت لمبوبات اي ركبت من كل بشدي تبدا تخش على راحتك اي والله يعطيك الصحة هكا نحبك يا سبعو يا عدك فويا على شنو تحكي شو على شنو تحكي انا واش تاني في مضي اليوم الصباح شنو واش باش لك انا اليوم الصباح تفكرت يجي شنو وشوشت لك في وزنك مش مازلت تحب شو ولا اما عودت انا
نغمز بيك هتوريك. عم سيد قاعد ناس على المبيت حرف بمين السرق لما نشدو صحيت كان علي انا خذيت احتياطات. صباح الخير عم سيد. على خير. شفت يا ولد تيوك استنى فيك في الدوره تيوك استنى فيك في ريت ما بمو امشي او سي جبد له سكينه ريت ملا شيش بانس فيه. انا عندي مده ما تفرجت في فيلم مشوق كيف الحكايه. يا سليمان انت اسكت خل نتفرج. تربيع ما اعطينا الفيلم خاطر المعلمه قد نهار الاثنين ما جيبش بابي كراف ما نقبلوش. مي انا ما فوقيش شوف بوك با غدوة الصباح غدوة الصباح. لا ما نحبش انا غدوة الصباح كي ننسى نحب توا توا. يا بنتي ما سمعتوش اش اوه سليمان شو بنتك اش عامله شو هذا اللي عملته في خشمك شنو هذا تي بيرسينغ عملته ليماني بابا بالله بالله هي وعملتها معناتها اماني يا اماني شو اللي عملته في خشم اختك هذايا يا بابا ما تخافش جدت عليك جست حبيت نعرف مفعول الصدمه كي نعمل بيرسينغ وما شاوركش مالها تفديك ماست هذايا هيا شدوا بيتكم بسم الله العظيم الرحمن الرحيم شي كلمي فو المونجيلا سوتيت اللي باهي برمشي فيه سارة جعلنا الضوء قبل ما يوفى الفيلم هلا هيبارك علي اخذت عباس كل هيدنا كل كلام تحيس زعما جنرالة تربرش المنجلة شو هذا؟ شو يعمل كرسي هوني؟ الله 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 سر انتي هو سي سليماني اللي قاعد تحوف اللمبوبات عيب والله عيب طبيب لك ما يخش عليك بحم ايه نحوف اللمبوبات شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل